دي المروحة بتاعت اللابتوب بتاعي، طبعا كلها تراب ومعفنة، بقالها يومين بتطلع في أصوات غريبة، أنا حبيت إن أنا أنضفها، بس عشان خاطر أوصل للمروحة دي اضطريت إن أنا أعمل في جهازي اللي انتوا شايفينه ده. دي المذر بورد بتاعتي، ودي الشاشة بتاعتي، دي علبة سجاير، دي حاجة كان راكب فيها المذر بورد، دي الوش والتاتش باد، في كيبورد هنا، كيبورد اهي، حاجة جميلة مش كده؟ ده الهارد، دي كارت الوايرلس، دي رامات، كل واحدة 1 جيجا، دي دي ار 2، عايز ابقى اجيب 2 جيجا بس لما ربنا يسهل والشركة تديني مرتب حلو. ده تاتش باد بتاع البلاي والبوز، تعلي الفوليوم وزرار الباور، دي حاجات بتركب في الكفر كده، دي اسلاك، ده الريموت، دي حاجة في الاكسبريسو، دي الاكسبريسو، وكل دي مسامير بتاعته، دي ساوند تيستر، ده السيدي روم. طبعا انا فكيته لسه هنضفه بعدين ربنا يسهله اعرف اركبه. اي خدمة يا جدعان.